السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي طلاب مدرسة سان جوزيف الصف الثالث الإعدادي. النهاردة يا حبايبي معادنا مع نص جديد من نصوص الوحدة الثالثة بعنوان الكتاب. من نصوص الوحدة الثالثة بعنوان الكتاب. النص، تعالوا نتعرف مع بعض على الشاعر بتاعنا أحمد شوقي. أحمد شوقي من شاعر مصري معاصر، ولد سنة 1868. انتشر صيته وشهرته في الشعر والأدب، ألف مسرحيات كتيرة منها مجنون ليلى، كليوباترا، مقتل علي بيك الكبير. اتوفى سنة 1931. عندي حتة مهمة، ان هو لقب بأمير الشعراء، لقب بأمير الشعراء. طيب تعالوا نتعرف مع بعض على النص. بيقول لي: أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتاب. بدل هنا بمعنى غير، والصحاب اللي هم الأصدقاء ومفردها الصاحب، وافيا بمعنى مخلصا. بيقول لي الشاعر بتاعنا: أنا اتخذت الكتاب بديلا عن الأصحاب، فوجدت الكتاب وافيا أو أكثر وفاء ومخلصا لي. طيب تعال نشوف السطر الثاني: صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابة. صاحب إن عبته، يعني عبته، يعني ذكرت عيوبه وعكسها مدحته، أو لم تعب أو ما ذكرتش عيوبه، ها يبقى كلمتين عكس بعضها وتضاد، ليس بالواجد للصاحب عابة. تمام، عابة يعني عيبا، وجمعها عيوب أو أعياب، يعني صحبتي للكتاب قايمة على الإخلاص التام، فهو صاحب لا يبحث في عيوبي. تمام، سواء أنا عبته أو ما عبتوش، مدحته أو ما مدحتوش، ما بيدورش في العيوب بتاعتي. كلما أخلقته جددني، كلما هنا تفيد الاستمرار، وأخلقته يعني أبليته وعكسها جددته. تمام، وجددني بمعنى زاده معرفة وعلم. تمام، يعني بيقول لك كل ما بقرأ في الكتاب كل ما بيزيده معرفة، بس كده لا. وكساني ويلبسه، بيلبسه ايه؟ من حلى، الحلى اللي هي الزينة ومفردها حلية، الفضل بمعنى الشرف او الصفات الحميدة. تمام، ثياب اللي هي ثوب، يعني بيقول صحبتي للكتاب كل ما بقرأ فيه كل ما بيزودني علم، وكل ما بيزينني بالاخلاق الكريمة والصفات الحميدة. صاحب لم أشكو صحبة لم أشكو منها ريبة. صحبتي للكتاب تقوم على الإخلاص وليس الشك. تمام، وريبة هنا بمعنى شك، خلاص، والجمع بتاعها ريب والعكس ليها يقين. تمام، ووداد محبة لم يكلفني عتابة. لم يكلفني يعني لم يحملني مشقة العتاب، العتاب اللي هو اللوم، يعني صحبتي للكتاب قايمة على الإخلاص وليس الشك، وصحبتي للكتاب ما بتكلفنيش مشقة اللوم، بقى أنت عملت فيا وأنا ما عملتش فيك وهكذا، لا، الكتاب ما بيعملش معاك كده. طيب تعالوا حبايبي كده نتعرف على التعبيرات الجميلة اللي موجودة عندي. بدأ الشعر النص بأنا، وأنا من ضمائر المتكلم، وهنا تفيد الفخر بمصاحبته أو صحوبته للكتاب. طيب أنا من بدل بالكتب الصحابة، هي الكتب هصاحبها زي هي إنسان هصاحبه، فهنا صور الكتاب بالصاحب عشان يدل على القيمة العظيمة للكتاب. لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، خلاص، بدأ بلم والاستثناء بإلا، فده أسلوب مؤكد بالنفي بلم والاستثناء بإلا، أدي نقطة. وعندي فيها تصوير آخر للكتاب بالصاحب الوفي. تمام، تصوير للكتاب بالصاحب الوفي. صاحب هو قبلها حذف المبتدأ بتاعها، المفروض هو صاحب، فحذف هو خالص اللي هي المبتدأ. تمام، وده يفيد بالاهتمام بالخبر اللي هو كلمة صاحب اللي هو يقصد بها الكتاب. شاطرين. إن عبته أو لم تعب، ذكرت عيوبه أو ما ذكرتش عيوبه، هنا أسلوب شرط بإن، زائد ان انا عندي تضاد في الجملة في الكلمتين يبين ويوضح ويؤكد المعنى. تمام، عندي كلمة الصحابة وكلمة الكتاب. تمام،
لو انا جيت بصيت فيهم، دي نهاية شطر ودي نهاية شطر. لو انت بصيت معايا في الكتاب، انا من بدل بالكتب الصحابة لم اجد لي وفين الا الكتابة، في تشابه في نهاية الكلمات اهوت او في نهاية الجمل، وده يعطي جرس موسيقي يطرب الايه الاذان. اخلقته يعني قريت في كتير، فالكلمة دي توحي بكثرة الايه القراءة. برافو عليكم. طيب كلما اخلقته عمل فيه ايه؟ جددني. هنا صور الكتاب بمعلم، تمام، يجدد معلومات تلاميذه، فبيقول ان الكتاب دايما بيجدد ايه معلوماته. ولو كنت خدت بالك من كلمة اخلقته يعني افناه، وجدده يعني جدده، ها يبقى بين الكلمتين ايه تضاد يوضح المعنى ويؤكده. شاطرين، تمام. وكساني من حلى الفضل سيابة، هنا اسلوب قصر، لانه قدم من حلى اللي هو الجر والمجرور على كلمة سيابة للمفعول به، خلاص. وهنا صور الكتاب بصاحب كريم يكسو صاحبه، خلاص. وصور لي كلمة الفضل نفسها، الفضل نفسه اللي هي الصفات الحميدة، شبهها هنا بثوب او زينة يزين بها ايه صاحبه، تمام. صحبة برضو هي صحبة، حذف لي برضو المبتدأ عشان يؤكد على الاهتمام بالخبر اللي هو الكتاب اللي هو هيبقى صحبتي اللي هو هيبقى صاحبي، تمام. تعالوا كده ننتقل الى ابيات الاخرى. بيقول لي ان يجدني يتحدث او يجد مللا يطوي الاحاديث اقتضابا. ان يجدني يتحدث او يجد مللا يطوي الاحاديث اقتضابا. ملل بمعنى ضيق، ويطوي بمعنى يختصر، بيختصر في الكلام، واقتضابة بمعنى اختصار، والعكس ليهم طبعا يطوي واقتضابة عكس ليهم تطويل وتفصيل وشرح. عايز يقول لي ان الكتاب صاحب يراعي الحالة النفسية لصاحبه، تمام. وجد عنده الوقت فبيتحدث، بيشرح بايه زي ما هو عايز يقول ويطول في الكلام. ولو ما لقاش عنده الوقت ولقى عنده ملل بيختصر في الايه في الكلام. طيب تجد الكتب على النقد كما تجد الإخوان صدقا وكذابا. تجد الكتب على النقد كما تجد الإخوان صدقا وكذابا. بقول انت هتلاقي الكتب على النقد، نقد يعني فحص او تمييز او اختلاف، زي ما بتجد الإخوان في منهم الصادق وفي منهم الكاذب، تمام. يعني بمعنى صح بقول لك في من الكتب صادق وكاذب، زي اصحابك في منهم صادق وكاذب، وانت في النهاية بتختار الصديق ليك، تمام. فعشان كده بقول لك برضو بيطلب منك بصيغة الامر فتخيرها، ادي الامر اهو كما تختاره. اختار الكتاب زي ما بتختار صاحبك، ودايما وانت بتختار ادخر. ادخر هنا بمعنى وفر، والمراد هنا بمعنى صح اطلب او احرص وانت بتختار الكتاب ان انت تختاره بناء على اللباب. اللباب يعني الجوهر او الخلاصة، ولو فرضها اللبو، تمام. يعني ايه؟ يعني لو قدامك 5 كتب في النحو هتختار ايه افضلهم، تمام. فكون حريص دايما ان انت بتختار ايه افضلهم، تمام. ليه بقى؟ ايه السبب؟ قال لي لان صالح الاخوان يبغيك التقى. الصديق الصالح يرشدك، يبغيك يعني يرشدك او يريد لك التقى التقوى. صديقك الصالح بيمشيك في طريق الصح في طريق الخير، تمام، بيخليكش تعمل اخطاء. ورشيد الكتب الكتبي اللي هي الكتب القيمة يعني برضو يبغيك، يعني بترشدك لإيه للصواب، دايما بترشدك للحق وترشدك للصحيح، وعكس الصواب هنا لإيه الباطل، تمام. برافو عليكم. تعال نشوف التعبيرات الجميلة. إن يجدني يتحدث، قال لي ده أسلوب شرط وفيها تصوير كمان، إنه صور لي الكتاب. هو مين اللي هيتحدث هنا؟ ما هو الكتاب، والكتاب ما بيتحدث، يبقى هنا صور الكتاب بإنسان إيه يتحدث. برافو عليكم. طب يتحدث يعني يشرح ويطيل، يطوي يعني يختصر، يبقى بين الكلمتين تضاد يوضح المعنى ويقويه. سامعكم، برافو عليكم، تمام. او يجد مللا يطوي الاحاديث اقتضابا. لما بيلاقي عندك ملل بيختصر في الكلام. هنا صور الكتاب بانسان او صديق يشعر بصاحبه، تمام. لما ينتابه الملل بيختصر في الايه في كلامه. تجد الكتب كما تجد الاخوان، يبقى هنا صور الكتب بالايه بالاصدقاء، منهم الصالح ومنهم الايه الفاسد، تمام. فتخيرها، اسلوب امر، غرض النصح والارشاد. ها
هختار مين؟ الكتب زي ما بختار اصدقائي. يبقى هنا صور لك الكتب بايه؟ باشخاص يجب ان ندقق في اختيارهم. تمام؟ طيب ادخر في الصحب والكتب اللبابه. هنا ادخر اسلوب امر غرضه النصح والارشاد، وهنا برضو تصوير للاصحاب للكتاب بالاصحاب. تمام؟ ان انت لازم تدقق في اختيارهم بناء على جوهرهم. رشيد الكتب يبغيك الصواب. هنا تصوير الكتاب الجيد بالمرشد او الصديق اللي بيرشدك الى الخير، اللي بيرشدك الى النافع، اللي بيرشدك الى المفيد ليك. تمام؟ خدت بالكم ان كلها تصويرات للكتاب بصاحب. خلاص؟ في امر عندي مهم جدا حصل عندي في البيت الاول وفي البيت اللي قبل الاخير. البيت الاول قال لي انا من بدل بالكتب الصحابه. في هنا قال لي يؤخذ على الشاعر استخدام حرف الجر الباء مع كلمه الكتب، اللي هو حرف الجر ده اللي لازقه في كلمه الكتب الكتبي. تمام؟ قال لك ان هو حرف الباء بيدخل على الشيء المتروك وليس الشيء المأخوذ. هو انت هنا تركت مين؟ الصحابه، وخدت مين؟ الكتاب. فكان المفروض تقول انا من بدل الكتب بالصحابه. تمام؟ فتدخل حرف الجر على الحاجه اللي انت هتسيبها مش الحاجه اللي انت هتاخدها. ده المأخذ الاول. المأخذ الثاني ان هو لما جه يعبر عن الايه، ان الكتب والاخوان، الكتب جمع والاخوان جمع، فلما جه يعبر عنهم، ها لما جه يعبر عن الكتب قال ايه؟ فتخيرها، استخدم ضمير يعبر عن الجمع. انما لما جه يعبر عن الاخوان قال فتخيرها كما تختاره، الهاء اللي فيها، والهاء دي تعبير عن مفرد، انما هي الهاء هنا تعود على جمع، فكان المفروض يقول كما تختارهم. فهنا يؤخذ عليه ان هو اختار ضمير يعبر عن مفرد، وكان المفروض يختار ضمير يعبر عن جمع، اللي هم كلمه اللي هم اللي هي تعبر عن كلمه الايه، الاخوان. طبعا كالعاده هقول لكم انا درسي خلص، بس انت لازم تسمع الفيديو اكتر من مره، لازم تفهم الشرح كويس جدا وتحفظ المعاني، وتبدا تحفظ مواطن الجمال، وتبدا تعتمد على نفسك في استخراج مواطن جمال اخرى. وان شاء الله نتقابل مع درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.